السلام عليكم حبيبتي، كي راكم؟ نتمنى كامل تكونوا غايه بصحه وعافيه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هذه الوصفه تاع البوراك بالعجين. هذا البوراك يجي بزاف بنين وخفيف، ما فيهش كميه تاع الزيوت. قبل ما نبدا الفيديو تاع نهار اليوم حبيبتي، اللي كنتي اول مره تزوري القناه ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس لكي يصلك كل جديد، واللي عجبها الفيديو جام الفيديو بعد المشاهده. بلا ما نطول عليكم حبيبتي، نفوتوا المقادير وكيفيه التحضير. للعجينه نحتاج هذا البول تاع فرينه كبير، نحتاج الحليب باش نلم العجين، الملح، حبه تاع بيض كما راكم تشوفوا هنايا، نحينا الصفار على البياض، وزوج مغارف كبار تاع الزبده. هنايا كميه الفرينه على حسب حبات البوراك اللي راح نديروهم. كما راكم تشوفوا اول حاجه نجيب الفرينه نغربلها مليح، نزيد عليها الملح، الزبده، وبياض تاع البيض، ونبسس مليح هذيك الزبده مع الفرينه حتى تدخلنا في كامل الفرينه، ونلمها بالحليب. هنا الحليب ماشي شرط يكون دافي خاطر ما عندناش الخميره. هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها، كما راكم تشوفوا تجي طريه، نغطيها ونخليها ترتاح. نمروا للحشو. للحشو نحتاج حبه بصل كبيره، نحتاج كميه من اللحم المفروم، نحتاج الزيت، ملعقه كبيره تاع الزبده، 2 فصوص تاع الثوم، ملح، سكنجبير، كركب، حرور، كميه قليله تاع راس الحانوت. في طاجين حطيت كميه تاع الزيت مع هذيك الملعقه كبيره تاع الزبده، خليتهم يدوبوا، راح نزيد عليهم البصل. هنا البصل راه ريحته في هذيك الاله اليدويه، هنزيد عليه الثوم ونخليه يتقلى مليح. هنا بعد ما دابلي هذاك البصل راح نزيد عليه كميه تاع اللحم المفروم، ونخلط مليح هذاك البصل مع اللحم المفروم. هنايا راح نزيد عليه التوابل، وندخل مليح هذوك التوابل في اللحم المفروم باش يتشربهم ويجونا بنان. وهنا بعد ما طاب اللحم المفروم راح نزيد عليه زوج حبات بيض. هنا البيض الدور تاعه باش ما يجيناش الحشو تاعنا ناشف، نخلط مليح، نطفي عليه ويخليه يبرد. هنا الحشو تاعنا لازم يكون بارد، هاد الحشوه تجي بزاف بنينه، شوفوا كيفاش تجي، ما تجيش مكوره. وهنايا نمروا لتشكيل البوراك تاعنا. هذيك العجينه بعد ما ارتاحت عاودنا درناها كويرات باش تسهل علينا العمليه. راح نرش كميه قليله من الفرينه على طاوله العمل ونفتحها بهذا الشكل على شكل دائري. انا هنا راح نستعين بهذه الاله. هنا اللي ما عندهاش هذه الاله تفتح العجين، تفتحها كبيره وتطبع بالبول تاع الفرينه، هكا راح يتشكلوا عندها حبات. هنا على حسب الحجم اللي تبغيه، حنا دينا هذا الحجم يكون متوسط. فتحنا العجين كما راكم تشوفوا، درنا كميه تاع الحشو وزدنا له الجبن، نغلق عليها، نقلع هذاك العجين الزائد بهذه الطريقه. وهنايا نزير عليها مليح باش يتشكل عندنا هذوك الاطراف، تخرج لنا حبه بهذا الشكل. نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كامل العجين والحشو اللي عندي. هنا بعد ما كملنا التشكيل جبنا هذاك الصفار تاع البيض ودهناهم من الفوق باش يعطينا هذاك اللون يجي ذهبي. هنا نجمو نرشوهم بالسانوج ولا بالسمسم الابيض، وندخلوهم الفرن على درجه 180 درجه لمده 10 دقائق تقريبا حتى ل 15 دقيقه. كي يدونا اللون الذهبي نخرجوهم، ما لازمش نخليهم بزاف باش ما يقساحوش. وفي الاخير هذا هو البوراك تاعنا واجد في طبق التقديم. شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعه ويجي بنين بنين بزاف. كالعاده راح نقسم لكم حبه باش تشوفوها كيفاش تجينا من الداخل. كما قلت لكم كي نزيدوا له البيض هذاك الحشو تاعنا ما يجيش ناشف. هذه الوصفه معتمده عندنا بزاف، وفي رمضان الكريم دائما لازم يكون حاضر على الطابله، ما نديروش هذاك تاع الديول قليل وين نديروه. مام العجين بنينة وخفيفة. حبيبتي هذه هي وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم تنال رضاكم. الى عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناة ودعموا الفيديو باكبر عدد من اللايكات، والى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله.